نتأمن الأمن والأمان ولقمة الخبز، يعني أهم شيء لقمة الخبز. إحنا كان يعني كان صعب كثير توفير لقمة الخبز للبيت، هلق إن شاء الله إنه الله يفرج إن شاء الله، نتأمل إنه يتوفر كل شيء لهالبلد. كنا بحالة حصار، كان ناقصنا كل شيء، كل الشغلات المتطلبات اليومية، بدءا من الخبز للخضار للمحروقات لمواد السمانة، كل شيء.